السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف، وحلقة جديدة الجزء الثاني من أهمية الهدايا للرسل. قلت لكم أمثلة كتير في الحلقة الأولى، النهاردة مفيش أمثلة، النهاردة بجيب بقى الواقع، الهدايا على الروس نفسهم، على الأوكران، على البيلاروس. الناس دي ما عندهمش الهدايا عمال على بطال. المناسبات أساسي إنك تجيب هدية، مش زينا احنا ممكن نجيب في اي وقت، احنا كعرب ممكن جاي من السفر تجيب معاك هدايا، لكن هم شويه ما عندهمش قوي الثقافه دي. حسب علمي لما حد بيجي من السفر بيجيب معاه شويه ماجنت، تذكارات، حاجات بسيطه كده يتزقها على الثلاجه وخلصنا، لكن او اتنين حتتين مانجا مثلا جايبهم من مصر وخلاص، او علبه تونه، دي الحاجات اللي الروس بيجيبوها من مصر ويهادوا بيها الناس القريبين ليهم. واحده بتدي لاخوها مثلا او صاحبتها المقربه جدا، ما بيهدوش غير الناس المقربه، لكن واحد جارك معرفتك بيه ضعيفه تجيب له هديه، دي مش عادات الروس، دي عاداتنا احنا، دي عادات حاتم الطائي جدنا اللي احنا تعودنا وعشنا كده. واحد جارك وبتاع اما تيجي جيب له هديه، حببه فيك. واحد ما تعرفوش غير بتشوف في الصلاه بس كل جمعه كل فين وفين، برضه تفتكره وتجيب له هديه، حتى لو مش هتشوفه تاني، ده الوجه لله، دي طبعنا. وقع الموضوع ده حلو قوي عليهم. انا شفت مواقف كتيره. الشعب طبعا الروسي الاوكراني عندهم حفاوه، يا حبيبي في ايه، ما تسيبونا في حالنا. الناس دي عندها حفاوه بالناس اللي ما تعرفهمش، واحد غريب ممكن يعمل معاه واجب، ممكن يوصلني، ودي حاجه على فكره على الروس مش على التتار بس، المعلومه يعني على كل الروس الاوكراني. انت ممكن تبقى على الطريق السريع كده وواحد يعرض عليك يوصلك مجانا على الطريق كده، ريفي او غير ريفي او على الحضر مش حضر، ممكن واحد يوصل كتير قوي يوصلوك مجانا، ممكن واحد ست، تخيل، مش بتشقطك مثلا ولا حاجه، لا ده عايز توصلك تعمل معاك، وتقول لك مش هتلاقي مواصلات هنا، تعال اوصلك لاول محطه وخلصت. حصلت مع ناس كتير عادي، اللي عايش في روسيا واوكرانيا عارف النقطه دي. ولكن انت اما تكون مهادي الناس اللي حواليك في المنطقه وفي العماره، يوم ما تحصل لك اي مشكله الناس دي هتقف في ظهرك. الناس دي ما بتخونش الهديه، الهديه حق، ممكن يهدوك بعد كده، ممكن يفرحوا لك، ممكن يوم ما انت عايز تتجوز وعايز تعزم ناس هتلاقي الناس دي تقول لك احنا نجي لك بعينينا، يقول لك ويحضروا فرحك او يساعدوك في الفرح بتاعك، ويقول لك هنا مثلا احسن ويلاقي لك مكان ويجيب لك ديسكاونت. ما تعرفش الخير فين. الهدايا بتجيب وقعها بعدين او بتجيب تمنها على طول الزمن. فحافظ على موضوع الهدايا ده، كل ما تيجي مسافر او تروح حته او ترجع لازم تجيب معاك هدايا، ان شاء الله حاجات بسيطه ما تكلفش، حاجات من عندنا بتاعه الوطن العربي هم بيحبوها جدا. انا لما كنت اجي من تركيا وقابل ناس بقى، ناس يعني يمكن مع علاقتي بيهم بسيطه وكده، وهديهم حاجه بسيطه موجوده يمكن في روسيا،